خلال الاهتمام بتوفير فرص التعليم والتأهيل والتدريب لمواطنيها وقاطنيها على حد سواء، إذ قامت تحت قيادة بانيها المقول له بإذن الله صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل الأيام طيب الله ثراه بوضع الأسس الراسخة لنهضة علمية ومعرفية لا زالت تتواصل وبزخم لا يعرف الكلل تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل الأيام رئيس الدولة أو رئيس الدولة وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم الدولة وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وبجهود الدؤوبة لمعالي الشيخ الهيام بن المبارك آل الأيام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي لولا وجوده لما أمنا 40 تخصصا كما سيأتي ذكره في هذه الفترة الوجيزة التي لا تتوالى أو لا تتجاوز عقدين من الزمان. كما توجه إلى أبنائي وبناتي الأعزاء الذين هم الحصاد المثمر لهذه التجربة من الخريجين والخريجات أولياء أموري قدمت أو مقدما له خالص التهاني وأطيب الأمان متمنيا له كل التوفيق والسداد في هذه المرحلة الجديدة من حياته والتي يخطون عتباتها بكل جدارة واستحقاق. ولا ننسى في هذا المقام من توجيه الشكر والتقدير للرجال في الميدان من قيادات هذه المؤسسة من نواب رئيس وعمداء ووكلاء كليات ومعاهد ومدارس إدارات ورؤساء وحدات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والإداريين. ولا أنسى هنا أن أشيد بمؤازرين لنا كعيون فاحصة وداعمة لم يذكر في النص طبعا هذا الكلام وهم بيننا الآن الدكتور فاروق الباز عضو مجلس الأمناء معنا الدكتور خالد المذكور والدكتور النجار كذلك وأيهم كثير ودولة الرئيس عبد السلام المجالي هذا على سبيل المثال لا الحصر على كل ما بذلوا من جهد وصبر وجلد وهذا موجه للجميع نسأل الله أن يسجله في ميزان حسناته وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. إننا لا يأخذنا الزهد ولا نبالغ عندما نقول إن تأسيس كلية جامعية للعلوم والتكنولوجيا في 1988 كان علامة فارقة في تطور مسيرة التعليم والاستثمار في إمارة عجمة بشكل خاص ودولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، حيث تلك الكلية المتواضعة بإمكانيات لا تكاد تذكر أرست هذه المؤسسة وللمرة الأولى مفهوما متقدما لقطاع التعليم الخاص وخصوصا في العلوم والتكنولوجيا أو ما يسمى بالأهلي أحيانا في المنطقة. ومنذ يومها الأول رفعت شعار هوية التعليم واحدة عامة وخاصة. وأثني هنا أن الشيخ الهيان قد جعل دعما أو يسر دعما لجامعة زايد من شركة تدعمها تحسبا للمستقبل، و10% ستطرح أسهما السبق التعليم الخاص الذي نطلب له هذه المؤازرة. وأصبح خريجون اليوم ولله الحمد يتبوؤون المناصب القيادية العليا في الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة داخل الدولة وخارجها، وأصبحوا تروسا وهم الحصاد الحلم الفاعل في مفاصل الاقتصاد
والتنمية المجتمعية. البرامج أمامكم، حصاد البعد التعليمي أولا. واليوم وبعد انقضاء عقدين من الزمن تتجدد الدماء في أوردة هذه المؤسسة الشابة المتجددة التي تأخذ من التقليد أحسن ما فيه وتأخذ من الحداثة ما لا يتعارض مع هويتها. تظل شابة ولن تشيخ، لأن التعليم ليس فيه مؤسسات تشيخ، من خلال تبني برنامجا للإصلاح والتطوير. الإصلاح والتطوير يساير الإنسان وتطور الإنسان، وأبدأ في بيئته الداعمة هي المهمة، والذي نعتبره سنة من سنن التجديد اللازم لتطور أي مؤسسة. هذا البرنامج الذي أفرز تشكيل أول مجلس أمناء للجامعة، وكان مقدرا أن ينشأ مجلس الأمناء قبل 17 عاما برئاسة صاحب السمو حفظه الله ورعاه عضو المجلس الشيخ حميد بن راشد، ويضم عضو في عضويته صفوة من أهل الفكر والعلم والسياسة والاقتصاد والممارسة. إن كل هذا الموجز نعجوه لتوفيقه من رب الأرباب، من الله سبحانه وتعالى أولا، ومن بعده لوضوح الرؤية التي على أساسها قامت هذه المؤسسة وأثمرت حصادا طيبا. وهذه أيضا من الله ولم تأتي من البشر، من البشر إلا عمل لدى الذات الإلهية. وتنطلق هذه الرؤية بشكل شامل من أبعادها الرئيسية الثلاثة، والتي تشمل جوانب التعليم مرة ثالثة، والمعلومات والاستثمار وكسر الحاجز بين المؤسسة الأكاديمية والمؤسسة الفاعلة في المجتمع وفي المؤسسة الافتراضية الفاعلة في عالم هذا الفضاء الافتراضي، وتقوم بربطها ربطا تكامليا محكما ينعكس في الأخير في ضمان الجودة المرتقاة بأسرع وقت وأقل تكلفة. كما تدعو هذه الرؤية لتهيئة بيئة الإبداع الشاملة، والتي عبر تحقيقها يمكن إصلاح ميدان التعليم، وبالتعليم تنصرح الميادين الأخرى. إن أميز ما يميز شبكة جامعة الجبال، ونقولها بكل تواضع ولكن بثقة، والكمال لله طبعا، أنها حققت جودة مشهود لها بأسرع وقت. وليست الجودة المطلقة، الجودة المطلقة لن تجدها إلا بالدار الآخر، ولكن في تنامي بأسرع وقت وبتكلفة مرشدة. ولعل هناك من يسأل كيف يمكن تحقيق ذلك، أقول من يريد الإجابة فليتبعني.